شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الثانيه وانتصفت المباراه بتقدم النادي الاهلي 43-37، المباراه من اولها الاخيره النادي الاهلي متفوق فيها، يمكن اخر دقيقتين في الكوارتر الثاني شهد بس تقليص الفارق الى 6 نقاط. النادي الاهلي محتاج يرجع تاني لتركيزه، توقف كان طويل يمكن زاد عن 15 دقيقه، ولكن محتاج النادي الاهلي يرجع تركيزه تاني، محتاج يلعب او يسيطر على الحلقتين زي ما كان مسيطر في الفتره الاولى والثانيه. كابتن هاني اجل حضرتك، ايه المطلوب من النادي الاهلي في الفتره الثالثه والرابعه؟ مطلوب نرجع لهدوءنا، مطلوب نرجع للكمبوجر تاني، ان انت تلعب الجيم مستريح، لان انت المفترض من وجهات النظر بالارقام انت اقوى. فالنهارده لو انت نزلت متعصب او نزلت مشحون عايز تسرع من وتيره الجيم مش هتكون ماشيه في اتجاهنا يعني. نعم. النهارده انت زي ما انت ماشي من الاول زي ما بدات، فانا اتمنى ان هو في الهاف تايم دلوقتي ان الولاد تطلع وترجع تاني تسترجع تركيزها وتسترجع الهدوء بتاعها اللي كانوا بادئين بيه المباراه، وهو ده اللي مطلوب، مش مطلوب حاجه اكتر من كده. نعم. ان انت تلعب ديفنس قوي وتروح تحط باسكت، بس بتخلي الخصم بتاعك ما يقدرش يحط باسكت بطريقه سهله، وانت في نفس الوقت قادر انك توصل للحلقه بتاعته ومستريح. فالكنترول تستعيد الكنترول، بس تستعيد الكنترول على نفسك، ما تبقاش حته النهارده ان في عصبيه وفي خناقه، مفيش خناقه. اركز مع الحكام، اركز مع الحكام، ماليش مش فارقه معايا الحكام. انا مفترض كلاعب النهارده انا عندي 12 13 بونت في كوره زي كده، ما خلاص ما يعني ايه المشكله؟ ما كل الناس بتغلط، فمش لازم ابقى النهارده مش كارثه يعني، مش مثلا كوره هتخسرني الجيم اعمل عليها مشكله، لا خلاص دي كوره وانا عندي كتير. والحمد لله ان برضو يعني في حته التكنيكال فاولات ما قربتش المسافه قوي، هم شاطوا 4 كور جابوا 3 وكان عندهم فرصه برضو لو كانت جت لو كان جت يعني من كده. بس هي الدنيا دلوقتي 6 بونت نوعا ما، انت داخل مرتاح شويه، داخل مرتاح. لو مع اول الشوط الثالث قدرت يا كابتن سلاوي تحط باسكت ولا الثاني او بتاع وتطلع ثاني 10 بونت تبقى الدنيا العمليه مريحه شويه يعني. برضو انت لسه هو كابتن هيثم اللي يعني احنا احسن، احنا ماسكين المباراه، احنا متحكمين في الريتم المباراه، احنا مسيطرين، لكن هي اللي حصل تقليل فرق السكور ده نتيجه التراخي من دفاعيا من عندنا، مش نتيجه لان الزمالك كان في الفتره دي احسن، لا. طيب احنا جه في الفتره بعد ما كطبيعه اي لاعب ان بعد 13 بونت 14 بونت بيحصل ممكن يعني لعبه اكسل لعبه، مش هنقول تراخي، هنقول كسلنا كوره ولا اتنين. كسل في كوره في اتنين، فبتدي مع اعتراض مع بتاع الدنيا، فبتدي الفرقه الثانيه فرصه وبتدخل في الجيم. واعتقد ان الشوط الثالث والرابع لازم النادي الاهلي يرجع لتركيزه زي ما الكابتن هاني قال، ولازم ترجع لفرض اسلوب لعبك تاني، ولازم ان الكنترول يكون في ايدك انت، وتقلل من اخطائك في الكرات التيرن اوفر زي ما بنقول، او الكرات اللي هي مقطوعه. ولازم نسيطر على الريباوند شويه. احنا في اول الجيم اللي خلانا نروح 13 بونت اللي احنا سيطرنا على لمينا الكور كويس، سواء على دفاعيا او هجوميا. وكان نسبه 3 بوينت اعتقد كانت عاليه جدا. انت الشوط الاول حاطط 5 3 بوينت ب 15 نقطه من اصل 30، من اصل 30 يعني نص سكور 50% من سكورك في الشوط الاول كان 3 بونت. وخليني برضو اشير لحاجه كابتن سلاوي، وعايز برضو اخد راي كابتن هاني. النهارده كان عندنا بناء على اللي قاله كابتن سلاوي ان احنا استحوذنا على الريباوند في الدفاع، النهارده رحنا فاست بريك كتير كتير، النهارده جرينا كتير. ده عمر طارق حط دنكات فاست بريك، ده نتيجه للجود ديفنس. انت لما بتعمل جود ديفنس النهارده بتقطع منه كوره، بتاخد ايزي لاي منه كوره، فبتاخد ايزي لاي اب على الناحيه الثانيه على طول. بتعمل ترانزيشن سريع، شكرا خلاص، لان هو برضو مستعجل، فهو حارس الزمالك عايز يعوض، فبيستعجل بيحاول يعمل اي حاجه. لو انت سيطرت على ده وعملت ديفنس وقدرت ان انت تاخد منه الكوره، بتطلع بتروح تحط ايزي باسكت. فده اللي عمل فرق السكور. فانت بتروح بتعمل ديفنس كويس، بتروح تحط باسكت، تعمل ديفنس كويس، تروح تحط باسكت. هو ما بين كل 3-4 مرات انت بتحط باسكت بيحط واحد. صحيح. ففرق السكور بس ملحوظه قويه جدا كابتن هيثم اللي انت قلتها دي. انا بقالي كتير ما بشوفش الاهلي بيجري فاست بريك بالشكل ده. ليه؟ لان احنا استحوذنا على لمينا الكور كويس، فخدنا كلها سلالم، لدرجه ان اللاعب واخد دنكين، عمر طارق واخد دنكين، وعمرو زهران جري واحده، وابو النصر جري واحده، وخد فيها وان مور. وفي واحده برضو ايهاب امين لماها وخد الملعب كله وراح. طيب في لعبه يا كابتن بامانه احنا الحمد لله رب العالمين اللي حللنا لوغاريتماتها هو مروان سرحان. عمر طارق بيج جاي تقيل تحت الحلقه، وحضرتك دايما بتقول دايما لازم يلعب تحت، يلعب تحت ولازم تعمل له شغل مخصوص. شفت تحت هو كينج كينج قاتل، ما فيش النهارده بقى يحصل ايه؟ بقى بيحصل هيلب بيجي له من
ياسر ابو هاب اللي هو ابن كابتن ياسر ابو هاب محمود تقريبا او محمد، فبقى مين بيفضع تاتا بونت؟ عمر مروان سرحان بيفتح تاتا بونت، خد منها واحده من كورنر الشمال واحده من كورنر اليمين. النهارده ده انت بتعاقب الدفاع انه بيعمل هيلب على عمر طارق. طب لو الدفاع ما عملش كده عمر طارق بيلعب وين؟ بس دي تعليمات مدرب. ما طبعا بس اللعبه دي تعليمات مدرب، اللعبه دي ما لهاش حل. لو عندك لعيبه اربعيه بيجي تاتا بونت عندها ما لهاش حل. هي تعليمات مدرب نادي الزمالك وتعليمات مدرب اوجوسي ان لما تحصل دبل على عمر طارق افتح على الثري بوينت. انا الحقيقه ما بفضلش ابدا ان عمر طارق يروح يعمل سكرين على توب اوف ذا كي ده. دي انا دي انا يعني هو فاول فيها هو ما بيتحكم حفظوها مش حفظوها هو ما بيقصدش، بس هو في بعض الاحيان ما بيكونش متحكم في جسمه قوي. يعني هو النهارده راجل طوله 2 متر و17 مش قليل النهارده. يعني ايه اما بيجي يتحرك هو من احسن اللعيبه اللي في مصر. يعني هو احسن من سنتر موجود النهارده، بس تحطه في مكانه. بس هو كابتن هاني بيتكلم في حته حلوه جدا، حطه في مكانه انه ما يعملش هاي سكرين. بص هو حصل كولابس عمرو جندي شاط فاضي، ونفس الكلام برضو دي لعبه من لعبه. هو دخل خد الكره تحت، دي الكلمه اللي حضرتك بتقولها. هو كلها هو حتى بيلعب ديفنس هنا النهارده طالع فوق، طالع فوق بالظبط. هو ده اللي ادى فرصه لمايو انه بيفتح مساحه بص ده فاست بريك اهو يا كابتن، ده فاست بريك، ده فاست بريك. اي حاجه تحت الباسكت هيسيطر. فالنهارده لما بيجي له هلبه من ناحيه السنتر الثاني اللي بيدافع على الثاني، لو عندك شويت زي عمرو جندي ومروان سرحان والاثنين ناجحين جدا فيها حتى الان، انه بيشوط بيفضي ثاني عمر طارق. انت يعني عارف يا كابتن زي ايه؟ فاكر انجولا زمان لما كنا نعمل هلب واحد ادي فاست بريك عمر طارق اهو. يعني قصدي اقول لحضرتك ان انت النهارده لما كنا ننزل هلب على من انجولا ننزل تحت الحلقه شويه كنا بنتعاقب على طول بتاتا بونت على طول على طول. هو ده لو انت ما عندكش لعيب تاتا بونت شويت من الطوال بتبقى. والنهارده اصبح يعني تقريبا اغلب اللي موجودين في الملعب بيشوطوا يعني اغلب اللي موجودين في الملعب بيشوطوا من الفرقتين حتى الطوال. طب يعني بعد عمر طارق لا بس عمر طارق لا وبرده بياخد ممكن ياخد لوحده يجيبها يعني لما بيبقى فيه الفرصه قدامه واقف لوحده بيشوط. فالنهارده ما بقاش فيه ايه الحته الحد اهي يا كابتن اهي كيجو نزل عليه اثنين راحت لمروان سرحان شاطها كل الملعب راح على كيجو عشان ياخدها انسايد. ما هو نفس الوضع مع عمر طارق، بس كيجو يقدر يعمل هاي سكرين شويه عن عمر طارق يا كابتن. كيجو حركته احسن حركته اخف شويه وعنده كنترول عشان هو اقصر يعني اقصر هو فرق طول بس فرق طول فهو يقدر يعمل هاي سكرين. اهي فاست بريك اهي واند وان هي دي اللي النصر حطها حلو قوي ليه؟ لان لو كان حطها بيمينه كان خد البلوك. ابو نصر كابتن هيثم جندي مجهول في فرقه النادي الاهلي بقى له موسمين ثلاثه. الولد مقاتل فايتر جدا بيلعب فايتر وبيلعب ديفنس كويس قوي وبعدين بتدي له اصعب المهام في المباريات انك بتدي له يمسك الاجنبي بتدي له يمسك الاجنبي نعم. بس خليني اقول برضو ان انا يعني اتفاجئت من مستوى كيجو. خلينا نتكلم بكل امانه، دي اول موسم لكيجو معانا ودي اول مباراه ليه. ادي فاست بريك بيطلعها كيجو نادي الزمالك في ملعبه القديم. انا اتكلم بكل امانه، احنا بنتكلم هنا بصرف النظر من اهلي وزمالك. النهارده كيجو عامل مباراه كويسه في اول مره يلعب على ملعبه السابق. فالنهارده احنا بنتكلم كل ده كيجو حطه. النهارده احنا بنتكلم انه لا جود ستارت جود ستارت طبعا جود ستارت بالنسبه لماتشات الاهلي والزمالك، لان هو لعب ماتشات كويسه وهو كده كده مادي. يعني هو يعني هو ابو النصر اهو بيحاول على قد قدراته انه يؤدي وبيأدي بيحاول يدي دايما بينزل بيحاول يبذل مجهود وموظفه يعني كابتن اجوستي موظفه في امكانياته كويس بيشتغل بيشتغل يعني طبعا قايم بدور يعني بشكل كويس. طب كابتن يعني خلينا نتكلم عن اداء المدربين النهارده. كابتن مرعي يعني شايفين اداؤه اهدى شويه، مش ده يعني كابتن مرعي دايما بيتميز بالحماس القوي على الخط العصبيه. طبعا خلينا نتكلم بكل امانه، كابتن مرعي مدربنا مدربي انا على الشخص هو زميل ملاعب لحضراتكم بس مدربي انا. فالنهارده كابتن مرعي يعني حاسه على البنش اهدى شويه، انت ملاحظ دي؟ انا ملاحظ دي ملاحظها يا كابتن؟ ملاحظ طبعا لا هو مرعي من المدربين الاذكياء جدا جدا جدا، بس هو كان رافض قبل كده انه يهدى. خلي بالك كابتن، هو يعني كابتن مرعي كان متخيل لازم إن هو كان او لازم هو مؤمن انه نجح كده، نجح بعصبيته وحماسه. لا العصبيه دي ده قلب يعني هو عصبيه مرعي عصبيه قلب، هو قلبه على حريص على المكسب وحريص على اللعبه. مرعي صديق يعني خد بالك، مرعي مش زميل لاعب، مرعي صديق في منتخب مصر يعني بالنسبه لنا احنا صديق يعني سيبك اهلي وزمالك والكلام ده بالعكس بنتكلم بره الملعب. وبرضه هو لازم يهدى الاسباب لان معاه مجموعه شباب صغيره لسه قدامه شويه ما فيش خبره عندهم اولا فممكن
يعني الفازة بالنسبة لهم تمثل ضغط عليهم. فهو برضو مدرب ذكي. بس انا شايف ان هو ممكن يكون اللي حصل منه دلوقتي ان هو ابتدى يهدى مع الولاد اللي هو الشباب صغيرين. يعني انا قصدي اقول بحل الاداء المدربين زي بحل الاداء اللعيبه. هو اللي بدا يتنرفز يا اغوستي. اغوستي اللي بدا يبقى عصبي. بس خلي بالك كابتن، لغايه قبل الواقعه دي او اللي حصل ده والتنشنه اللي حصل دي ليها اسبابها، ولكن مستر اغوستي كان ناجح في اداره المباراه. بص، هو اغوستي كان يعني مرين بمرحله من عدم التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وغيابات برضو بطوله عربيه في كاس العالم برضو ما توفقناش في الماتش بتاع الثالث والرابع. ده كان الماتشات اللي انا فرقت معايا جدا، انا كنت زعلان جدا على الموضوع ده. ممكن ناخد وكن ممكن نعمل تاريخ ميدالية، كنت هتعمل تاريخ. ده ماتش راح كان صعب قوي. ماتش برضو بطوله عربيه، يعني مرحله في مرحله كان في شويه اضطراب في فرقه النادي الاهلي. بس احنا اللي انا شايفه النهارده ان احنا ابتدينا نرجع لوضعنا الطبيعي، خاصه ان انت طالع ماتشين سبورتنج فبرضه خساره. ما يجراش حاجه برضه. بص كويس الاداء، الفريق النهارده اداء هايل، اداء مميز، راجع لطبيعتك، راجع لطبيعتك جيد جدا، يرجعك لل. بس خليني بقى اقيم الحكام. من حق اقيم الحكام. انا يعني اداء الحكام حتى الان انا مش مقتنع بيه، وخاصه في الكره بتاعت يعني بامانه بتاعت كيجو واضحه جدا انها كاونت. انا لو انا بتكلم انا بوجهه نظري، قد نختلف او نتفق. انا شايف الحكام حتى الان يعني بس كابتن هيثم يعني مش كوره ولا يعني هي مش موضوع يعني اتكلم يعني اجمال الجيم. بس اجمال الجيم هم لا، اجمال الجيم برضو كان في نقطه، انا رايي كده كان في كوره او اتنين. هو في هم في بعض اللمحات ما بيصفروش، يعني ايه بيسيب الجيم، بيسيب اللعيبه تنحر في بعض بالزبط. وبعدين بيروح مصفر فاول تعبان بقى. هي دي اللي مديك ملمح عليهم، بس برضو انما اجمالا ما بيغيرش. لا اخوه، بس انا بتكلم على اداء. احنا التحكيم عنصر من عناصر اللعبه وبيقيم في كل الشروطات التحليليه، يعني طبيعي جدا. يعني طبيعي جدا يعني ما بنقولش حد هو برضه عشان كل اللي موجودين في الملعب يعني حكام دوليين على مستوى عالي جدا. محمد يعني جلال رائد المباراه ورئيس لجنه الحكام، حكم دولي والثلاثه اللي في الملعب كلهم كابتن هيثم. مطلوب في الثالث اعتقد الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، مطلوب في الثالث والهدوء كابتن. الدفاع والهدوء هدوء يعني أنا لا والله لك هتبقى التركيز. اتحكم في اداء المباراه، ان انا النهارده ان انا اطلع على وقتي وان انا العب الجيم بتاعي، اعمل ديفنس قوي واطلع احط باسكت. طب هل حد يقدر يتوقع نتيجه المباراه كمان؟ ان شاء الله هنكسب. هنكسب ان شاء الله. انا ان شاء الله يعني باذن الله حاسس ان احنا هنكسب ان شاء الله يعني باذن الله، بس بشرط التركيز اللي حضرتك. ولو هدينا هنكسب كتير يعني لو هدينا هنكسب كتير يعني هنطلع برقم. بس هي برضو اعتقد هيبان من الشوط الثالث، انا اعتقد الشوط الثالث والرابع بقى صعب شويه كابتن. احنا المفروض يا كابتن النادي الاهلي الشوط الثالث بتاع المفروض يعني بالهيستوري في ضغط بس عصبي. الماتش الشوط الثالث بيكون هو الشوط اللي بيقدر مستر اجوستي او اللعيبه يعني بتطلع اللي عندها. النهارده احمد الجرحي هيقف دلوقتي اللي هيقف، بس مستر اجوستي وراهم هيبقى مدرب. بس احمد الجرحي مدرب هايل، مدرب هايل واعد ورامي الدستي المدربين يعني كجهاز فني وجهاز محترم، عنده خبرات وجهاز محترم يعني. سواء هو ولا رامي الدستي يقدروا يقودوا يعني. كابتن سلعوه بسرعه الفتره الاولى والثانيه نجم المباراه في الفرقتين مين؟ انا اعتقد ايهاب امين ده في الاهلي. في الزمالك؟ في الاهلي. في الزمالك اعتقد الولد عزب عجبني جدا لما نزل، قدر يعني ليدر، يقدر قدر يقود المجموعه بدليل ان هم عوضوا 13 بونت. صحيح. لا هو عمر هشام اللي كان اكتر. لا عمر هشام حضرتك هو كان بيسلعوا العزب وايهاب امين. وجهه حضرتك على نظر حضرتك انا عمر هشام من الزمالك ان هو عمل كام دايف، عمل رجع شويه روح لفرقه نادي الزمالك، خلاهم عايزين ياكلوا. طب نجم المباراه في الاهلي يا كابتن؟ الاهلي كلهم كانوا كويسين. كل انا بيني وبينك الخمس لعيبه اللي كانوا كويسين، بس انا قلت ايهاب امين عشان ايهاب امين لسه راجع من اصابه او من راحه كانوا كويسين. استاذنكم يا كباتن، زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين لحظات وتنطلق المباراه، هنروح لصاله محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك بميت عقبه ومعلقنا الكابتن احمد مناع لننقل لحضراتكم الفتره الثالثه والرابعه من مباراه دور الثمانيه، ذهاب دور الثمانيه في الدوري المرتبط. اليك الكلام يا احمد.